بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أنا سعيد جدا أن أقف بينكم اليوم بروحي وجسدي وفكري وعقيدتي بإيماني بقضيتي وقضيتكم وقضية الشعب، القضية التي يريد هذا النظام أن يطمسها بآلة القمع وآلة القوة وآلة البطش، ولكن لن يستطيع أن يطمسها اليوم، ولن يستطع أن يطمسها غدا، ولن يستطع أن يطمسها في الأيام الماضية. اعتقلوا الكثير من الإخوة، اعتقلوا أبناءكم، أزواجكم، نساءكم، هتكوا أعراضكم، وليس من الصحيح أن نصمت على هذه الجرائم التي يقوم بها هذه السلطة يوما بعد يوم. ولكن من هنا يجب أن نركز على الفعاليات السلمية النوعية، كالفعالية التي ستحصل بعد غد، وأعتقد بأنها ستكون ناجحة، ويجب أن تكون ناجحة، ويجب أن نثبت لهذا النظام البائس مدى قوتنا ومدى كيف ولماذا نفرض نفسنا في الميادين، ولكن بشكل سلمي أيضا. بالأمس أعلنوا عن خلية مفبركة كانت من المتوقع أن يعلنوا عنها. كان يجب أن يقف هنا هشام الصباغ وناجي فتيل وغيرهم من الناشطين الميدانيين، ولكنهم يريدوا أن يطمسوا هذا الحراك الميداني الذي يجب أن يكون بقوة وفي كل يوم وفي كل مكان وفي كل مدينة وفي كل قرية، لتجيبوا على هذه الفبركات. يريدوا أن يطمسوا ثورة 14 فبراير، ولكن هل ستقبلوا أنتم لكي تطمس هذه الثورة؟ هل ستقبلوا أن تسجن وتعذب وتطمس قضيتكم عالميا؟ إذن يجب أن نخرج إلى الميادين اليوم وغدا وبعد غد وبعد عام وبعد 10 أعوام وبعد 100 عام إن لم نحصل على حقوقنا. يجب أن لا نيأس ولا نستكين ولا نتراجع، لأن التراجع سيأخذنا إلى الإضمحلال، وسيأخذنا إلى التزلزل، وسيأخذنا إلى الخنوع وهدر مزيدا من الأموال والأرواح والكرامة. نعم، قدمنا معتقلين، قدمنا شهداء، ومستعدين أن نقدم المزيد. لا يعني بأن جلوسنا في هذا المكان بأننا خائفون، وإنما يجب أن نستمد المزيد من القوة والمزيد من العقيدة والمزيد من الأفكار والمزيد من الصبر والثبات والصمود والاستمرار والمواصلة، ولكن نصر بسلمية. فعالية اللحظة الحاسمة هي فعالية سلمية، وهذا ما يخيف النظام أكثر شيء. النظام يريد أن يري المجتمعات الخارجية بأن هذا الشعب شعب متطرف وإرهابي ومتشدد ويقوم بعمليات إرهابية، ولكن اليوم نحن أثبتنا لهذا النظام ولجميع الأنظمة المتكالبة